الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم انبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين وبعد فان ديننا دين مكارم الاخلاق الدين حسن الخلق ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ولما سئل صلى الله عليه وسلم ما أقصى ما يدخل الجنة يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق هذه الأخلاق لا بد أن تظهر في التعامل مع الخلق في الصدق في الأمانة في الوفاء في الوفاء بالعهد، في البر، في الصلة، في إكرام الضيف، هذه المكارم هي ما يطلق عليها الآداب العامة، والآداب مع الخلق تبدأ بأقرب الأقربين إليك، الأدب مع الوالد، الأدب مع المعلم، الأدب مع الجار، الأدب مع الحاكم، الأدب مع الأصدقاء، فنبدأ بالأدب مع الوالدين لأننا نتأكد ونؤكد أن من لا خير لوالديه فيه فلا خير فيه لنفسه ولا خير لأحد فيه لأن الإنسان إذا تنكى لأقى الناس إليه للوالدين فلا يرجى منه بعد ذلك وفاء لأحد يقول الحق سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما بلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف أدنى كلمة يمكن أن تشعرهما بالدجر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وبعد الادب مع الوالد ياتي الادب مع الجيران ومع الاصدقاء والادب مع المعلم الادب مع العالم كان الامام الشافعي رحمه الله يقول كنت عندما اتدارس العلم على اساتذتي اقلب صفحه الكتاب قلبا هينا حتى لا ازعج شيخي بصوت العاقه ومن ادب المتعلم مع العالم ألا يرفع صوته في حضرته وألا يتقدم عليه في مشيته يقول الشاعر إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما فاصبر لذائك إن جفوت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما ومنها الادب مع الحاكم الاسلام دين الاحترام ودين الرقي واكرام الحاكم العادل المقسط من اجلال الله عز وجل يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله عز وجل ان من تعظيم الله ومن توقيع الله ومن اتباع منهج الله ان من اجلال الله عز وجل إكرام الشيبة المسلم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. واكرام ذي السلطان المقسط وانظر الى تاكيد نبينا صلى الله عليه وسلم عندما عطف حامل القران على ذي الشيبه وعندما اتى الحديث عن السلطان المقسط اعاد النبي صلى الله عليه وسلم كلمه اكرام تاكيدا على حق الحاكم المقسط في ان آه نكرمه وان نقدره وان نحترمه وان نتعامل معه بالادب فيقول صلى الله عليه وسلم واكرام ذي السلطان المقصد فديننا دين الادب ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا بذيئا انما كان صلى الله عليه وسلم قرانا يمشي على الارض لا يقول الا التي احسن ولا يامر الا بالتي هي احسن واتبعه الحقيقيون هم اهل الادب الذين يستجيبون لقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا وقوله عز وجل وكل عبادي يقول التي هي احسن نسال الله ان يرزقنا الادب مع الوالدين الادب مع العلماء الادب مع كبار السن الادب مع اهل القران الادب مع العالم الادب مع الحاكم وان يجعلنا من اهل الادب انه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته